اسمي جوستافو جوجلمن، وهذه هي مشاركة الخامسة. بدأنا منافسة اليوم الأول وكنا نقدم أداء جيدا للغاية، كنا نضغط وكانت السيارة جيدة، لكن وفي منتصف المرحلة في منطقة مجهولة شعر سائقي أن المقود لا يعمل بشكل جيد، وفي مرحلة ما خسرنا القدرة على توجيه السيارة ولم نعد قادرين على توجيهها، لذا قمنا بالتحقق من عمود المقود، كان مكسورا، حاولنا الكثير من الأمور لإصلاحه، لكن كيف كان بوسعنا ذلك؟ كان ذلك أمرا صعبا جدا، لذا أدركت حينها أنه علينا الخروج من هذا المكان. دعوني أجمع الأدوات وأضعها هنا لأريكم ذلك. لذا هذا ما كان لدي وسط الصحراء، وسط المجهول. أخذت هذا في البداية، رأيت هذه الزاوية هنا، لذا أخذت مفك البراغي ذاك، فكرت أنني وفي حالي وضعت هذا بالتوازي مع عمود المقود فقد يصبح الوضع أفضل، لكن كيف كان بإمكاننا أن نقود؟ أخذت مفتاح الربط وضعته في جهة الداخلية هنا، إذ ليس لدي واحد آخر، استعملته بهذه الطريقة، ومن ثم بات مفك البراغي هنا وبات بوسعنا القيادة. كان سائقي ما يزال هناك يحاول تجربة حل آخر، ومن ثم أدرت السيارة ونجح الحل، وقلت له هيا تعال دعنا ننطلق، حان وقت الانطلاق.